استاذ نعمت، يعني شفت هالبانوراما كلها وشفنا شعاركم الجديد صناعتك هويتك. نعم. شو الهدف من اطلاق هذا الشعار؟ اول شيء نحن فخورين انه نحن لبنانيين، فخورين انه عم نصنع في لبنان، وفخورين انه الشعب المميز هو بيعمل منتج مميز. من هون لقينا انه صوره المنتج هي صوره يلي عم ينتجه. من هون وصلنا على شعار صناعتك هويتك، خاصه انه بس هيك طلعنا بالخصائص اللبناني، لقينا انه اللبناني بالفعل مميز. مميز اول شيء لانه طموح، هودي الخصائص يلي شفناهم، طموح، انيق، مثقف، بحب الحياه. كل هالخلطه هي يلي عملت اللبناني، قلنا نفس هاللبناني موجود بالمنتج اللبناني. من هيك منتجنا مميز وبالفعل مميز، وصرخنا هالصرخه لكل المستهلكين اللبنانيه ليشتروا لبناني، اشتري لبناني، لان صورتك بانتاجك بقلب الصناعه اللبنانيه في النفس اللبناني. والجوده، جوده مثل ما كلنا بنعرف، مثل ما انت هون، مثل ال بي سي، مثل كل هالانجازات في لبنان يلي عم نشوف فيها جوده عاليه. من هيك المنتج اللبناني في جوده عاليه. اذا نحن مش رح نوثق بحالنا خي يزبك، ما بتصور حدا حيوثق فينا. استاذ نعمت، يعني من رغم هيدا هالكلام هالشعار الحلو، لاحظنا انه موضوع التصدير عم بيأثر عليكم، هل انه مقابل تراجع التصدير عم تعملوا هالشعار ولا بيكملوا بعضهم؟ نحن بنعتبر بيكملوا بعضنا، ولكن لازم نعرف انه هالسنه تراجعت الصادرات اللبنانيه الصناعيه اللبنانيه 10%، ولكن السوق المحلي ما تراجع. لا بل في عنا فرصة اليوم نصرخ ونقول اشتري لبناني، لأنه برهننا عن المنتج اللبناني على نوعية كتير عالية. بديك تعرف خي يزبك والمشاهدين اليوم أنه بكل بلاد العربية صنع في لبنان هو علامة جودة. لازم نحن نعرف أنه مثل ما قلتوا بالريبورتاج، الكنيسة القريبة أوقات بتشفي، والمنتج اللبناني بالفعل بيشفي. يعني يبقى أستاذ أنه نقطة أساسية ركزوا عليها الكل هي موضوع الطاقة. نعم. كلفة الطاقة، معالجات، الوزير حكي عن معالجات، حضرتكم كجمعية شو عم تسعوا؟ نحن بنعتبر أنه كلفة الطاقة مشكلة كبيرة في لبنان، والطاقة ككل مشكلة كبيرة في لبنان. أحد الحلول اللي طرحناها هي أنه الصناعيين يقدروا ينتجوا طاقة ويحطوها على الشبكة بذات المواصفات والشروط يلي انعطت للبواخر التركية. إذا هذا الشيء صار، الصناعة اللبناني في كبر مولداته، وفي ينقل على مثلا هيفي فيول أويل أو شيء تاني من المحروقات يلي فيه وفر الكلفة، وفي فيد كهرباء لبنان. هذا أحد طرق الحلول يلي طرحناها على وزير الصناعة وعلى مجلس الوزراء، وإن الله راد بيستجاب لنا. شكرا للأستاذ نعمت فريم، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين.